كتاب الله الذي يقرأ صحاح المخالفين. لا نريد منه أن يقرأ كتابا شيعيا واحدا، بس خلي يقرأ صحاح المخالفين، يقرأ كتبهم، يقرأ تواريخهم. لا شك يتجلى أمام عينيه أن الحق مع آل محمد صلوات الله عليه. بيني وبين الله تعالى لا أجد نفسي مفروغ الذمة إن شاركت في بقاء هذه الحرب. لن أقبل بأن أشارك في بقاء الإنسان الشيعي سجينا لأفكار ومفاهيم مغلوطة. كذلك حين نسأل نقول إن الله أين هو؟ هذا أيضا علميا وعقديا سؤال خاطئ مغلوط، فإن الله تعالى هو مؤين الأين. قلنا أن الوحدة التي تقوم على أسس الباطل هي وحدة باطلة مرفوضة من قبل الإسلام. هذه الروايات لماذا لم تكشف إلى الآن؟ أنا أعلم الآن كثيرين ممن سمعوا بمن فيهم شيعة أهل البيت عليهم السلام متفاجئين، يقول الإمام الصادق ما كنا ندري أنه الإمام الصادق اتهم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة بقتل جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالحسن بالحسين بالأئمة بالأطهار.